فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في أوروبا قد جهز مقدارا من المال لأجل أداء مناسك الحج، سؤاله: هل أقدم هذا الركن على طلب العلم في بلدي أم هذا الواجب؟ نعم. رجل في أوروبا جهز مقدارا من المال لأجل أداء مناسك الحج، هل يقدم هذا المال لأجل أداء هذا الركن أم يقدم عليه طلب العلم في بلده؟ طلب العلم ما يفوت الحج، ما يفوت عليك طلب العلم، حج وبعد ذلك تطلب العلم، الحمد لله. نعم.